قرية ود الأبيض تتخذ موقعها في محلية أم القرى بولاية الجزيرة على الطريق الرابط بين ولايتي الجزيرة والقضارف، على بعد 35 كيلومترا من مدينة ود مدني. اشتهرت هذه القرية بالتصوف والمتصوفة، حيث أسسها الشريف إبراهيم وشيد الخلاوة لتعليم القرآن الكريم وأصوله، وتوافدت بعد ذلك الجماعات والقبائل لتتخذ من قرية ود الأبيض موطنا لها. هذه القرية أسسها مولانا وشيخنا الشريف محمد الأمين ود الأبيض في عام 1850، وبها عدة قبائل، فيها الجعلين وفيها الشكرية وفيها الكواهلة وفيها مختلط من القبائل يعني. وهذه المنطقة منطقة دينية، وبها مسجد وخلاوي للقرآن الكريم، ومنطقة صوفية، وسكانها يعني ينتهجون المنهج الصوفي يعني، ويقتدون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها قرابة 4000 يعني، 4000 من السكان يسكنون ود الأبيض يعني. وما نراه هذا اليوم يعني ثمرة لاحتكاف 10 أيام لإحياء سنة الأولين، حيث هذا الشهر المعظم كان من عهد الجاهلية كانوا يعظمونه، واقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتكاف أسس شيخنا الجليل هذه الأيام، ومدة 10 يوم من يوم 16 إلى يوم 7 يوم 26، ما يصادف 26 يصادف ليلة الإسراء والمعراج. الله سماك الرسول مرسول لكل مكة، حبيبي مرسول للملائكة الرسل والنبياء. القرية بود الأبيض تيمنا بالشريف الصديق، والذي كان يسمى بالأبيض لبياض بشرته، وذكر أن رحلته بدأت من الطائف قاصدا السودان بهدف نشر تعاليم الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم والإرشاد، ويجلس الآن على سجادة الخلافة للطريقة القادرية الأمينية الخضرية الشيخ الشريف عبد الله الشريف محمد الأمين الشريف إبراهيم. يعني سمي ود الأبيض لبياض جسمه حين أتى من الطائف من السعودية، فهو مقره ومكانه وأهله وعشيرته ونسبه كله في الطائف. فحين أتى من الطائف وجاء على متن البحر الأحمر على فروته التي يصلي عليها، وخاض بها البحر الأحمر إلى أن جاء في السودان. ده تاريخ بعيد يعني، أكثر من 500 سنة ولا حاجة زي دي يعني. لنا أقل حاجة 7 أجداد في السودان، والما باقي هنا كله في الطائف. واختار المنطقه دي ليه تحديدا يعني؟ نعم، اختار المنطقه دي ليه؟ والله بامر يعني، ما اختار ساي، اختار بامر يعني، هو ما جا ساي، هو يعني ماشيين معاه اهله واخوانه كلهم لحد ما وصلوا البحر. ولما خافوا البحر هم وقفوا، فقلنا بيقولوا له هذاك ترى وهذاك ترى الأبيض، هذاك الأبيض ذاك الأبيض لا انفات. فدي المناسبه كلها. من جهة هنا أسس شنو يعني؟ يعني أسس يعني من أول حاجة سكن القضارف، هذه القضارف الحسة دي، واللي هي عند الطين والبلد ده يعني، كان الشريف الصديق الأبيض ولا أن دفن في غارنقو في جبلنقو في شمال مشدرة، مش كده؟ نعم، في شمال مشدرة. وتأسس منها أبناءه كلهم 7 إلى أن آخر من الشريف إبراهيم ده يعني جاء على راكب على الجمال وعلى نائب عشيرته يعني أهله كلهم. فلما بقى في البطانة وماشي جاي برضو يعني برضو هو ما جساه، جاء بأمر يعني، ما بيجساه يعني، نزل بيجو أي خطوة بيخطوها بأمر، ما بيخطو ساه. زرناها
تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، وكأن كل شيء هنا يتحسس طعم الاحتفال بالمناسبة، فالمكان في حركة دؤوبة يملأه المريدون وهم جماعات في مدح وذكر وعبادة. سلام الله على الزهد الغرورة رجال الله الصائمين الدهورا، يوال الذكر في طول الليالي يديمون النظر للحي القديم الباقي سترا. من هنا من داخل هذه الخلوة تبدو مظاهر الاعتكاف جلية بعد أن اعتكف المريدون لعشرة أيام وهم في صيام وعبادة، وهذا اليوم الذي يوافق ليلة الإسراء والمعراج هو يوم خروجهم من خلوتهم هذه. الاعتكاف هو غض البصر وفيه العزلة التامة عن الناس والونسة وفيه عدم التصنت وفيه الصيام، صيام يعني على زي ما بقولوا على القرضة، يعني ما صيام عادي كدي. الإنسان بيفطر على شيئين بس ما أكتر من كدي، بيفطر على النشا كوز بتاع نشا أو أكتر من الكوز بحاجة بسيطة في الإفطار وكوز في السحور، بعدها ومع الإفطار والسحور بيشرب معاه شاي مر يعني من غير سكر من غير ملح من غير إيش، وبكون في يعني في رياضة روحية كدي، وبكون يعني وضعه مختلف، الإنسان في نشاط وفي همة وفي اجتهاد شديد في العبادة، ويكون في موالاة للأذكار الأعداد السبعينية والصلاة النفلية والاستغفار والصلاة على النبي بجميع أنواعه. فبيطلعوا الفقراء في يوم 26 اللي هو يعني اليوم ده ذاته في ليلته بنحيي الليلة إحياء ليلة الإسراء والمعراج. وللمدح أن يعطر دواخل هؤلاء إحساسا صوفيا تتسامى في حضرته الأرواح، وليس هذا بغريب على من بالعشق الروحي تضمخ وجدانهم. أدعوك يا واسط الخلق مقام الأسلف بلغوت وإيمان طيب الخلق صحبت البايع تبعوا مدى الأزمان في شرق وشرق وغيره خطا ترقوا حذر ملان فوق شرع على من في الولاء يبقى في هذا الآن ثم راى القراح سريع لمهله صياح في كل مكان في شرق وشرق وغيره لاحظتك تزعد المجرم بنور وحكم قرآن وعلم صدر ملان في شرق وشرق وغير وقبات برق وحذرنا الآن لذي عزيز نسب لك فرع عظيم الشان أيستحوى القناة في العوب يا قاصد النهين قرعوا من أمن كان في شرق وشرق وغير وقبات برق شكك تعالي سوق نون سنان طلق في الأمة في سوق حمى البحر ممي سوق سقل بنيان في شرق وشرق وغير وقبات برق وحذر في عزازو وقاسنا الأرض نزازو صفي الأملاك طلب من نغضة بيجازو وكرسي المملكة حازو ولي سلطان في شرق وشرق وغروب خباد مرقوح حذرنا بدي شقرو تملي صاحيا فكرو للحيرة تراه يلز لواحي قرو وجاب صفيت ليل عقرو في السودان في شرق وشرق وغروب خباد مرقوح حذرنا بدي شقرو تملي صاحيا فكرو للحيرة تراه يلز لواحي قرو ويا بصفايت
السودان في شرق وشرق وغروب خبات مرقوح اللي بعيد ميسو يا مشكيك تعال قيسو غيرو نسنا طلق في أمة ميسو وحمر بحر ميسو سقل بنيا. هذا الحضور والذي يرتسم على أرجاء القرية في مسيدها وخلوتها يهب وضد الأبيض أنفاسا خاصة تتصاعد وتتسارع مع مقدم المريدين الذين يقصدونها من أغلب ولايات السودان للمشاركة في هذه المناسبة إحياء للذكرى السنوية للإسراء والمعراج. الحمد لله، يعني كل سنة بتقام الرجبية دي هنا في منطقة أبونا الشريف عبدالله وضد الأبيض، بيحضر لها كل المريدين والأحباب من شتى بقاع السودان. يعني أسعدنا أخواننا هنا من الدمازين ومن كسلة ومن برسودان ومن خرطوم ومن مدني، فكلهم يعني بمختلف أجناسهم ومذاهبهم وطرقهم كلهم يجوا يحضروا هنا سنويا لكي يشاركوا في الاحتفال ده ويحتفلوا العشر أيام دي يعني لوجه الله. فالحمد لله نحن باسم جميع خرطوم عشان نحضر عشر أيام دي هنا ونحتفل فيها الحمد لله لوجه الله، لا لسمعة ولا لجاه، ابتغاء وجه الله عز وجل. الناس هنا بشكل يعني تداخل مع بعض كيف يعني؟ الناس بالداخل كلهم لمتنا الطريقه تبون الشريف عبد الله الضلوي، الطريقه الغادريه الامينيه الخضريه، فكل الناس بيجتمعوا في خلوتهم وبيقوموا بدورهم يعني وبيجمعوا بيخرجوا الليله ان شاء الله يعني في احتفال كبير. تحتفلوا لحد الساعه كم كذا؟ يعني الاحتفال يبدا من بعد صلاه العصر لحد الساعه 12 بالليل الساعه 1 صباحا. وفي هذه اللحظة حين تقترب الشمس من المغيب يأتي الشيخ كما درجة العادة لإخراج المعتكفين من الخلاوة بعد انقضاء الفترة المحددة للاعتكاف، ويشهد هذا الحدث المريدون والأحباب وهم في ذكر تمثله هذه الحلقات والتي تعرف بالعصري. لحظات التجلي، ولحظة من لحظات ذكر الله عز وجل، ولحظة من لحظات الصفاء، ولحظة من لحظة صفاء القلوب. يعني تجتمع هذه القلوب. المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة قال: إن لله سبحانه وتعالى ملائكة في الأرض يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحفون بأجنحتهم التي تملأ بينه وبين السماء الدنيا، فإذا انصرف هؤلاء القوم من مجلسهم عرجت الملائكة وصعدت الله عز وجل وهو أعلم بهم ويسألهم ويقول لهم: من أين جئتم؟ فيقول: جئنا من عند عباد لك في الأرض يكبرونك ويهللونك ويسألونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وماذا يسألونني؟ فتقول: يسألونك جنتك. فيقول: وهل رأوا جنتي؟ فتقول: لا. يقول: كيف ولو رأوا جنتي؟ ثم يقولون له: يستجرونك. فيقول: إما يستجرون. يقول: يستجرونك من نارك. يقول: وهل رأوا ناري؟ فتقول: لا يا رب لم يروا نارك. يقول: كيف ولو رأوا ناري؟ فيقول الله عز وجل: إني أشهدكم قد غفرت لهم. يقول: يا ربي نفيهم فلان ابن فلان عبد خطاء وكثير الذنوب، ولكنه مر وجلس معهم. فيقول الله عز وجل: ولو غفرت معهم فإنهم قوم لا يشقى بينهم جليس. وتبقى قرية ود الأبيض بحنينها المتصوف تشرئب مآذنها تعانق لهفة الأبصار المتعلقة بها، ويبقى الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج أو الرجبية كما يطلق عليها هنا مساحة لتلاقي الأحباب والمريدين. هكذا تتمثل احتفالات الشيخ الشريف ود الأبيض ومريديه بالذكرى السنوية للإسراء والمعراج، وما بين مقدم المريدين ونكهة الاحتفال الخاصة والراتبة يتعطر المكان بأريج الذكر وإيقاع النوبة. محمد مصطفى لبرنامج كاميرا الشروق، قرية ود الأبيض محلية أم القرى، ولاية الجزيرة.